في المدينة المنورة توفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث شاحنة مسرعة على الطريق الدائري في المدينة المنورة، ارتطمت بعدد من السيارات التي كانت متوقفة عند إشارة مرورية دون أن تتوقف الشاحنة. فرق الدفاع المدني باشرت هي والهلال الأحمر والمرور بالإضافة إلى أمانة المنطقة باشرت الحادث، وجرى استكمال إجراءاته والوقوف على أسبابه وإحالة المتسببين فيه إلى الجهات المختصة. ولمتابعة ما تم بعد هذا الحادث وبعد ما سمعتم إليه، انضم إلينا من المدينة المنورة مراسل الإخبارية محمد شيخ. حياكم الله محمد، هل من جديد؟ نعم، أهلا بك عزيزي عبد الله وبالسادة مشاهدي الإخبارية عبر 9 أينما كنتم. بطبيعة الحال قبل أن نبدأ عبد الله، أنا تواصلت للتو مع المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، الذي أفاد بدوره أن المركز العمليات تلقى البلاغ في تمام الساعة 12 ظهرا و39 دقيقة من يوم الأمس، والذي يفيد بوقع حادثة ارتطام الشاحنة بعدد من المركبات، وأيضا أكد بدوره على أن عدد الإصابات 5 إصابات وأربع وفيات رحمهم الله تعالى جميعا. هذا يعني مما كثر به الغلط واللغط فيما نشرته بعض الصحف والوسائل الإعلامية بأن عدد الإصابات قد فاقت 5، لكن الصحيح هي 5 إصابات وأربع وفيات. أنا معي أيضا ضيف الإخبارية طيب عزيز عبد الله الصحفي أحمد السالم، والذي بدوره أيضا نعم قبل ذلك يعني نعم. المصابين خرجوا من المستشفى؟ نعم بالتأكيد عبد الله، متحدث هيئة الهلال الأحمر خالد السهلي أكد لي بأن ال5 مصابين قد غادروا المستشفى وهم بحالة جيدة ولله الحمد، ما عدا أن هنالك 4 من المتوفين رحمهم الله جميعا. أنا أستكمل معكم هذا الظهور مع ضيف الإخبارية الصحفي أحمد السالم، الذي بدوره باشر الحادثة. أحمد أهلا بك على شاشة الإخبارية، بداية كيف وقفتم على ملابسات الحادثة؟ طبعا كانت الحادثة في تمام الساعة 12:39 أمس ظهرا، حيث وقع الحادث بسبب شاحنة كانت منطلقة ما يقارب 14 كيلو، استغرق وقت مغادرتها تقريبا 12 دقيقة. طبعا حسب ما أكدته الجهات المختصة أن هناك فشل في المكابح. طبعا الطريق اللي كانت قادمة منه الشاحنة طبعا من طريق علي بن أبي طالب، الطريق هذا طبعا تقريبا ما يقارب له 2 أسبوع على افتتاحه، يفتقر لبعض الخدمات منها المطب الصناعي طبعا لتهدئة القادمين من هذا الطريق على داخل المدينة. الشيء الثاني اللي حاب أني أنا أؤكده، وأنه دخول الشاحنات هناك أوقات محددة لدخول الشاحنات، حددت طبعا الجهات المختصة 3 أوقات بمنع دخول الشاحنات، وهي الفترة الأولى من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3، وقبل ذلك طبعا الساعة 5 الفجر مع خروج الطلاب والموظفين لأعمالهم حتى الساعة 8. الفترة الثالثة والأخيرة اللي هو يمنع دخول الشاحنات من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 10 مساء. نعم جميل، شكرا لك أحمد. إذا أعود إليك عزيزي عبد الله، يعني ما ذكره أحمد السالم صحفي معنا ضيف الإخبارية أن وجود الشاحنة في أوقات الذروة أي الساعات الغير مخصص لها بالدخول داخل منطقة المدينة المنورة، هذه تعد مخالفة مرورية تحتم على صاحبها المخالفة، إضافة إلى أن يعني ما ذكره عدم وجود مثلا المطبات الصناعية أو غيرها، هذا لا يبرر سوء التصرف من سائق الشاحنة أو تهوره، بالإضافة إلى أن التقرير الفني الصادر والذي حصلنا على نسخة منه من وزارة النقل أفاد بأنه على بناء على التحقيقات الأولية بأنه وجد هنالك عطل في المكابح حسب إفادة مرور منطقة المدينة المنورة. أيضا أن موقع الحادث الذي يقع خلفي الآن مباشرة هو مزود بالإشارات الضوئية، مزود بكاميرات الرصد الآلي، أيضا هنالك اللافتات التحذيرية والتنظيمية في التقاطع، إضافة إلى
إلى أن يعني عزيز عبد الله حالة الدهانات المرورية المتواجدة على تقاطع الإمام علي بن أبي طالب وأيضا العواكس الأرضية هي بحالة جيدة حسب التقرير. هذا مما يؤكد على أن سائق الشاحنة لم يستخدم المكابح نهائيا وقام بالاصطدام بعدد من المركبات. ونحن بدورنا في هذا المصاب الجلل نقدم أحر التعازي إلى ذوي المتوفين رحمهم الله تعالى، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين غادروا المستشفيات. وأيضا نعم. بدورنا عبد الله يعني سوف نتابع سلسلة مجريات هذا الحادث إن شاء الله يعني في الأيام القادمة، ونوافيكم من منطقة المدينة المنورة بالمزيد من التفاصيل إن شاء الله. وانتبهوا لأنه أيضا المكان اللي أنت واقف فيه أنا خايف عليك، كنت تكلم أنت وزميلك كان في مكان يعني يبدو خطر شوي. قدامكم السلامة إن شاء الله. شكرا محمد شيخ مراسل الإخبارية من المدينة المنورة.